مكونة الأسرة التي أسيئت تفسيرها أو فهمها. وحسب الفاعلين الذين شملتهم الدراسة، فإن من بين تلك الأحكام نجد التفرقة بين أنواع الطلاق 23.9% وأحكام الزواج 12.6%. هذا اللقاء هو واحد اليوم اللي غادي نعرضوا فيه الحصيلة ديال واحد العمل علمي، هو نتائج تقرير استراتيجي حول وضعية الأسرة في المغرب. وهذا التقرير هو جاء استجابة أولا للاحتياجات العلمية لهذا الشأن الأسري، ثانيا استجابة للخطة الاستراتيجية اللي وضعها المركز منذ نشأته، وهو أنه يسعى أن تكون هناك معرفة علمية بالواقع المغربي. وبالتالي كان هناك جهد علمي من أجل أن نخرج هذا التقرير، كان المفروض أن يخرج قبل كورونا، لكن لما جاءت الجائحة أصبحت الجائحة كذلك جزءا من موضوع الدراسة ومن موضوع التقرير. واليوم كان عرض هذه النتائج التي ستبين من خلال الأرقام ما هي الاحتياجات الحقيقية والأساسية للمجتمع التي عبر عنها الفاعلون، لأن العينات عينة البحث التي ركزنا عليها هي عينة تتكون من الفاعلين المدنيين والفاعلين الحقوقيين والسياسيين ورجال القضاء والقانون. هؤلاء هم العينة مقسمة على ثلاث جهات: جهة الوسط ممثلة في الدار البيضاء، جهة الشمال ممثلة في طنجة، وجهة الجنوب ممثلة في أكادير. وهذا العمل هو كنقوم به من موقعنا كمثقفين كأهل علم يعرفون ما أهمية العلم وأهمية علاقة العلم بالسياسة، ولا بد أن يكون العلم خلفية للسياسة. وحنا كنحلموا باش تولي الجامعة هي خلفية لكل السياسات العمومية التي تصدر في هذا الشأن الأسري. لماذا؟ لأن الجانب العلمي جد مهم في كل سياسة عمومية تصدر لتغير المعطيات الواقعية الموجودة في الواقع وتطور الواقع. نحن كباحثين وكراصدين للواقع ومحللين ومفسرين لهذه الأرقام غادي نعطيو اشنا هي الاحتياجات على مستوى الطفولة، على مستوى الزواج والطلاق، على مستوى الملائمة بين القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. غادي نعطيو التفسير ديالنا والتحليل ديالنا والرؤية ديالنا من خلال هذه الأرقام التي نرى أنها هي التي يجب أن تكون تؤخذ بعين الاعتبار في المسار ديال تعديل المدونة، وضع السياسات العمومية. هذه كلها أشياء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. هناك حالات يتم التقدم مع المرأة في وضعية الحمل قصد وضع القضاء أمام الأمر الواقع لأجل الحصول على موافقة بالتعدد من 30.4%، وقد يتم النجوغ أيضا إلى إخفاء ضغط الحالة المدنية كطريقة احتيالية للاستفادة من أحكامه 27.5%، بالإضافة إلى وجود ثغرات قانونية أخرى يتم استغلالها للتحايل على القانون 5.5%. أما على مستوى زواج القاصر الذي يعتبر من بين المواضيع التي أفردت لها الدراسة مساحة عامة، وذلك نظرا لكونه يصنف ضمن المواضيع التي تعرف انسجاما كبيرا سواء من حيث كون مقتضيات منظمة في مدونة الأسرة أو باعتبارها موضوعا انخرط فيه عدد من الفاعلين في المجال القانوني والقضائي أو المنتمين للمجتمع المدني وخصوصا المهتمين منهم بقضايا المرأة. فمن بين الأسباب التي تدفع القضاء لمنح الإذن بالزواج القاصر فإن الدراسة القاصر قانونية فإن الدراسة قد كشفت أن حمل الفتاة القاصر يأتي على رأس أسباب الإذن 42.6%، فيما أكد آخرون 11.7% على أنه ما يشكل خطرا على الفتاة بسبب الحمل، في حين أرجعت فئات أخرى 8.7% سبب الإذن إلى عامل فقط. وبالمقابل أكدت مجموعة أخرى بنسبة 14.3% على أن إصرار الولي كان هو الدافع الرئيسي للإذن، بينما رجعوا آخرون 22.2% إلى طلب الفتاة الاعتراف بالزواج. وقد أكدت الدراسة من خلال عدد من المؤشرات على أن ظاهرة زواج القاصرات تعتبر من الظواهر المجتمعية المعقدة والتي لها أسباب عدة، كما أن أبعادها متعددة مما يؤثر على تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة في هذا المجال ويحد من فعاليتها ونجاحاتها الجمائية. ومن أبرز الإشكالات المتعلقة بتطبيق مقتضيات زواج القاصر نجد الجهل بالمسؤولية الزوجية أو ما يصطلح عليه في العلم الاجتماع بالالتزام الزواجي 32.7%، وكذلك وجود مقاومة اجتماعية وثقافية
ترفع من حجم هذه الظاهرة 25.9%. وبالمقابل اعتبرت الأمية من الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى توسيع دائرة 22.9%.